مساء الخير متابعين طقس العرب. لا تزال المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي اللي صنف من درجة الثانية، ولكنه بتلاشى تدريجيا على المناطق الوسط والمناطق الشمالية وبيشتد في المناطق الجنوبية والشرقية. وطبعا لا تزال الثلوج منذ الصباح الباكر تتساقط على أعالي المناطق الجنوبية من المملكة حتى الساعة كما ذكرنا في نشراتنا السابقة. ولمزيد من التفاصيل معنا الزميل عامر القحف من جنوب المملكة. إليك عامر. مساء الخير لكم زملائنا في طقس العرب في مركز طقس عمان. هنا لازلنا متواجدين في بلدة القادسية في محافظة الطفيلة. لا تزال الأمور هنا تساقط كثيف للثلوج مستمر ولله الحمد والفضل في المنطقة. تراكمات صراحة بدأت من جديد بعد أن تمت فتحها من قبل آليات الأشغال العامة. لا تزال الثلوج تتساقط والآليات تعمل منذ الصباح هذا اليوم على فتح كافة الطرق الفرعية والرئيسية في بلدة القادسية. هنا كما تلاحظين التراكمات وصلت ما بين 10 إلى 15 سنتي في بلدة القادسية، ولا تزال الثلوج تتساقط ولله الحمد والفضل. تجدد تساقط الثلوج هنا وأصبح المسير على الطرقات صراحة يشكل خطورة. الآن كما تلاحظون عواصف رعدية شديدة تؤثر أو تضرب المنطقة اللي نحن متواجدين فيها في بلدة القادسية على ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر. الوضع سيء جدا هنا، ثلوج وضباب وأجواء باردة بشكل عام، رياح شديدة. نتمنى السلامة للجميع. عودة لكم في استودياتنا في عمان مع كل التحية والاحترام. شكرا للزميل عامر القحف. لهون بتكون خلصت نشرتنا، وان شاء الله بنوافيكم باخر التطورات خلال النشرات القادمه باذن الله. الى اللقاء.